اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج العشيه ازو الفلونه ايتمت ست محرفكم فيها انا عمار المنصوري وزميلي محمد مسخير. اهلا عمار، واكيد نهايه اسبوع طيبه ان شاء الله على الجميع. حلقه جديده حتاخذنا اليوم في مجموعه من الفقرات. انا محمد الطيب. اخبار منوعه وابرزها اغراس شجره او تغرس شجره وتحط اسمك عليها محمد، هذه حاجه جديده. حلو. واعاده تدوير القمامه حتكون في مشروع خيري من ضمن فقرات اليوم. الدستور عقد وميثاق اجتماعي، تفاصيله مع نسرين العالم. وحنحكوا عن هون ميديا وهي عباره عن عين وفي نفس الوقت دعم للثقافه والادب والموسيقى في مدينه هون. من تمين على الخير ومخططاتها اليوم حنتعرفوا عليها اكثر واكثر. وتغطيتنا لجائزة أوسكار ما زالت مستمرة، وهالمرة ترشيحات أفضل ممثل دور أول. إلى الأخبار المتفرقة، وبداية معك محمد. لا، هالمرة معك أنت عمار. أنا نبدأ. لأزمة البنوك اللي يعاني منها المواطن في كافة مناطق ليبيا، نفتح اليوم ملف المصارف ومعاناة الناس المحتاجين للرواتب اللي زادها غلاء الأسعار، سواء فانعكست مع معيشة الليبيين وتمثلت في مظهرهم أمام البنوك. طبعا محمد المظهر كان جدا مزري، هنتابعه مع بعض في التقرير. يلا. فيديو جدا محزن يعكس اصطفاف الليبيين اللي هم يراجعوا في مرتباتهم وحابين ياخذوا معاشاتهم اللي هي حق، ابسط حق من حقوقهم، والمصارف ما فيهاش سيوله. الموضوع هذا متكرر في اكثر من مره في اكثر من مدينه ليبيه، ولكن هالمره هذا تقرير من قناه 218 تقدروا تشوفوه على الموقع قناه 218tv.net او على الفيسبوك، يلي احكوا مع الناس. يعني ازمه تاخر المرتبات او ما فيش سيوله احيانا، توقف المنظومه، اجهزه السحب الذاتي مش ما تشتغلش بشكل كويس، يعني كانت في عده مشاكل بخصوصها. وما ننسوش غلاء الاسعار اللي مؤخرا صايب البلاد كلها. احنا نقولوا انه مثلا سواء في الخضروات، في المواد الغذائيه اللي هي احنا حاجه اساسيه، غلت اسعارها بشكل اضعاف واضعاف، يعني جت اسعار محمد هل بمبالغ فيها. فالمواطن مع هذا ما فيش مرتبات، فمعناها كيف بيعيش؟ مزبوط عمار. ولما نعرف انه يصير طوابير على جهه معينه، يعني الطابور اليوم لو تاخر غدوه معناها حيتراكم الطابور هذا مع طابور غدوه، وطابور اليوم وغدوه حيتراكم مع طابور بعد غدوه، يعني هي مساله حياتها تراكميه، مما توصل الى مشكله ان المواطن يصبح ما عادش عنده ثقه نهائيا لا بالمصارف ولا بالحكومه او بالدوله. صح، وهذا اللي صاير. نمشي هالمره الى لانوت، بحيث يسعى بلدية المدينة لفتح فرع تابع للسجل المدني نالوت في الأيام القريبة. طبعا هذا حيكون مجموعة من بسبب يعني ازدياد العدد الأسر بشكل عام، وكذلك التوسع المتزايد في الأحياء السكنية. وتمت مخاطبة إدارة السجل المدني باش تجهز مبنى للفرع الجديد، وتم التنسيق مع بعض القطاعات التابعة للمدينة لتوفير المبنى، مما حيسهل الإجراءات لاستخراج أكيد المستلزمات الإدارية واللي احنا نقوله الأوراق الإدارية بشكل عام للمواطن زي ما نعرفه عمار. من لهم التوفيق في الإجراءات هذه. احنا طبعا نقوله ديما أن كان زمان تعاني ليبيا من المركزية اللي هي تعتبر أغلب الأوراق لازم أنك أنت تمشي للمدينة الكبيرة أو المحافظة الكبيرة اللي في منطقتك، اللي هي مثلا احنا في جهتنا طرابلس كانت، بس توا لما بدي فيه بلديات بدت تسهل حكاية التسجيلات والأمور هذه والإجراءات. مظبوط عمار، وهذا الخبر كان من صحيفة بلدية نالوت، حبينا اليوم بس نشيروا له. أطلقت جمعية الآثار البيئية بالتعاون مع مركز أو مع المركز الإعلامي صبراتا برعاية مكتب الزراعة والثروة الحيوانية في صبراتا حملة لغرس الأشجار تحت شعار غرسها وحط اسمك عليها. استهدفت من خلالها منطقة بئر برسو الواقعة على شاطئ البحر بالقرب من منتزه صبراتا، وشارك في الحملة مجموعة من أهالي صبراتا من مختلف الأعمار، وغرسوا حوالي أكثر من 800
فسيلة من نوع شجر الصنوبر الحلبي اللي يمتاز بقدرته على النمو في البيئة القريبة من شاطئ البحر. طبعا محمد شفنا قبل حملات احنا لغرس الأشجار أو التشجير، ولكن أزرعها وحط اسمك عليها هذه جديدة. هي نوع من أنواع التشجيع باش أنك أنت تزرع، يعني في أشخاص يقول لك أوكي حلو أني أحط اسمي عليها وتزرع، نوع من أنواع التشجيع. يعني بنذكره بأن الغابات في مجموعة من المناطق الليبية مش بس سبراتا يعني مرت بفترة طويلة من الانجراف أو الجرف من حين إلى آخر، ف حاليا هم يحاولوا قدر الامكان يعوضوا الخساره اللي مرت بها الغابات هذه بزراعه اشجار جديده. عمار بالفعل اكيد احنا حنكون مواكبين لهذه النشاطات الجميله. نمشي لخبر ثاني، وهالمره عياده خاصه ومجانيه للنازحين، بحيث هذه العياده ما زالت تحت التجهيز من قبل شباب للنازحين، او حيكون هذا للنازحين المسجلين اللي عددهم 2078 عائله، والعياده متخصصه كبدايه للنساء وللاطفال، وفي مكان مخصص للاطفال حيكون للعب وللجلوس ايضا، وفي غرفه حتكون للحضانه، وحيكون الكشف مجاني والادويه مجانيه حتى هي، وفيها صيدلية خاصة، وسيتم الاتفاق أيضا مع جهات أخرى بحيث أن المريض يقدر يمشي لها، ويعني لو في تحاليل في تصوير في هذه العيادات الخارجية، وأكيد حتغطيها هذه العيادة الخاصة يعني، وسيطرح فيها بعض أو حيتطوع فيها مجموعة من الدكاترة الكبار كأيام معينة تطوعا بس في هذه المستشفى. جميل، هل بنشوفوا اهتمام بالنازحين؟ نذكروا أن غدوة محمد حيكون عندنا حاجة مميزة بخصوص لاجئين أو النازحين تورغة في حلقة غدوة، فاستنوها وكونوا على الموعد. أكيد حنحكوا غدوة عن المعاناة اللي عانوا فيها النازحين بشكل عام ومعاناة تورغة بشكل خاص. محمد بعد الفاصل حيكون عندنا تدوير القمامة في مشروع خيري، لكن قبلها حنشوفه في فيديو لحملة ملتمين على الخير اللي بدنا نعرضه فيه من يوم الخميس اللي فات وعدناه من إحنا. ليبيا إلى السلام. لا ملتمين على الخير. أوكي. فيديو لي أو ليبيا للسلام، ليبيا للسلام معنا، حنشوفوا الفيديو، يلا نشوفوا مع بعض. اسمي نور بعيد محمد، قرية فياص لمدينة رحيبات. طبعا الاسم محمد سعيد أوشن من مدينة كباو. بديس محمد جرافة، مواليد زوارة وساكن هنا في زوارة. هني يا ناس نتمنى أن ليبيا زي ما أي شخص أي مواطن يتمنى أن ليبيا تكون أفضل من الدول الأجنبية والدول الأوروبية اللي إحنا يعني نفتخروا به بحاجات يعني تندار، يعني إحنا ما فيش مش ناقصنا شيء هنا في ليبيا. كلكم يا ليبيين والله والله إنكم تو تقفوا وقفة جادة للوطن خير ما يفوت الوقت، ما عادش تلقى وطن، ما عادش عندك أصلا أي مكان تلجأ له. ليبيا لبناها بكل طوافها بكل ناسها، ليبيا من الشرق للغرب، عرب وأمازيغ، من الجنوب للشمال، ضروري يتوحدوا الليبيين لأن الحرب فرقتنا. ليبيا السلام تجمعنا. مشروع خيري يتلخص في تدوير القمامة لإعادة التصنيع أو ربما الاستفادة منها بطريقة أو بأخرى. هذا المشروع عمار في مدينة زليطن، واللي هو يحاول قدر الإمكان مش نقول الاستفادة من القمامة فقط، ولكن حتى التخلص منها بشكل أو بآخر. طبعا محمد انت عارف ان في الدول المتقدمة ديما في اعادة تدوير للقمامة، سواء وحتى تلقى مثلا قدام المنازل الشركات اي شيء تلقى حتى القمامة تتصنف انواع باش يسهل تدويرها، مثلا البلاستيك بروحها، الكواغط بروحهم، احنا نقولوا مثلا الزجاج بروحها، الحديد بروحها، كلها تتصنف بروحها باش يتم اعادة تدويرها. مزبوط عمار، باش نفهموا اكثر بخصوص الموضوع هذا خلونا نشوف التقرير. يلا. ما هو الطريق إلى النجاح؟ فكرة وفكرة ثم حاول ونفذ، نفذ مرة أخرى، نفذ مرة أخرى، استمر بالتنفيذ ثم النجاح. شعار حملتهم لا ترميها بل تبرع بها. مشروع خيري لإعادة تدوير النفايات، يعني بدال ما ندفع فلوس وجهد عشان نرموا النفايات، نقدروا بكل بساطة أن نتبرعوا بها لناس يحتاجوها، عن طريق فصل القمامة البلاستيكية بروحها والكرتون بروحها وإلى آخره.
كان شوارعنا مليانات بالقمامة والروائح والأمراض، وبدل ما نحرقوهن ويكون شوارعنا كلهن أوبئة، ببساطة نقدر نستفيد منهن. فهل حنشوفوا كيف المشروع الخيري لإعادة تدوير المخلفات زليتن أو مثل هذه الجهود في كل مدن ليبيا قريبا؟ موضوع جدا مشجع ومشروع لربما يكون بداية لمشروع ضخم يعم ليبيا بالكامل. عمار، هنستقبل محمد بخصوص الموضوع هذا الأستاذ عادل الرطب، هو مسؤول على هذا المشروع الخيري لتدوير القمامة. نقول له مساء الخير سيد عادل. مساء النور أخوي عمار وأخوي محمد، بارك الله فيكم على هذه التغطية، مشكورين. مرحبا بك. بعض الأشخاص ممكن يتابعوا فينا حاليا ما يعرفوش شنو هو تدوير القمامة، في البداية هل ممكن تلخص لنا شنو هو تدوير القمامة؟ تدوير القمامة أو يسمى إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير، هي إمكانية الاستفادة من الأشياء التي نرمي بها سواء بلاستيكية ورقية وكرتونية وغيرها، جميع المخلفات إمكانية الاستفادة منها، وعن طريق إذا نقول إحنا أن هناك قيمة مادية لهذه المخلفات التي ترمى بشكل يومي لها في كل أرجاء ليبيا. طيب إحنا طبعا عارفين إعادة تدوير القمامة هي مثلا الفائدة الأولى هي التخلص من القمامة بطريقة كويسة أو بطريقة إحنا نقوله غير مضرة، بايش الفوائد الثانية؟ بالإضافة هي أهم فائدة أن نتخلص منها بالطريقة المناسبة، لأن إحنا نعيش في بيئة الآن إذا لم نحسن استخدامها فهي معرضة للتلوث، تلوث الهواء، تلوث المياه الجوفية، تلوث التربة، فذلك في مضرة كذلك للحيوانات، وبالتالي توصل المضرة إلى الإنسان يعني في ذا. بديتوا بجملة ما تلوحاش وتبرع بها، هذه كانت البداية، كيف كانت ردة فعل الناس؟ هل فهموا الفكرة وتعاونوا معاكم وبدوا يعطوا فيكم في المخلفات اللي ممكن يتم إعادة تدويرها؟ هو الشعار كان لا ترميها بل تصدق بها. يعني الحقيقة احنا مجرد ما دخلنا في التجربة حتى تجاوب من الناس وإقبال شديد جدا، وكذلك يعني ما وجدناش اي مشاكل في خلط المخلفات، بل كانت الصناديق حسب الفرد ليها، احنا لا نشتغل في جانب صناديق تجميع البلاستيك وعلب المشروب، فبالتالي يمكن الحديث عن تجاوب الناس لانه كان ايجابي جدا، وهو اللي وصلنا واحنا نشكرهم يعني حقا، هم سبب نجاحنا، هم اللي يعني دفعنا الاستمرار يعني. طيب الناشطين المشاركين معكم في النشاط هذا اللي شفناهم في الفيديو، هل هم عمالة ولا هم ناس متطوعين شباب يعني؟ طبعا مشروع خيري لإعادة تدوير المخلفات هو مشروع تابع لجمعية الشهيد التقني والعمل التطوعي، جمعية خيرية تطوعية، سار المشروع هذا بطريقة تطوعية لمدة أكثر من عام عن طريق حملة بسيطة، ثم انتقل إلى عملية أن أصبح مشروع هناك التزام للإدارة في تواجدها، وفي يعني تحولنا من عمل تطوعي بسيط بالإضافة إلى أن هناك مشاركة الآن من الأعضاء الصحية في أي أعمال تطوعية يراها المشروع. حلو. احنا نعرف بان فرز القمامه يعني مساله صعبه، ففي العاده ان في احنا نقولوا في بعض الدول المتحضره في اماكن خاصه لكل شيء او لكل نوع قمامه خاصه به، فهل بديتوا ان تواعوا في الناس بان كل شكل او شكل من اشكال القمامه ينحط في جهه خاصه، ولا انتم تاخذوا وتفرزوا فيهم؟ طبعا الصناديق اللي يتم توزيعها الان هي صناديق مخصصه للبلاستيك وعلب المشروب، بالتالي نتكلم عن المخلفات الورقية وغيرها من المخلفات الكرتونية وغيرها من المخلفات، هذه يتم تجميعها بدون استخدام الصناديق. الصناديق ليس لدينا الآن إمكانية لأن نوزع صناديق في المدينة، يعني حتى ممكن إحنا الآن عندنا في حدود 120 صندوق، والمدينة ممكن تتكلم حتى على 2000 أو 3000 صندوق يمكن توزيعها في المدينة، فنسبة عاملة تمثل ممكن 10% أو أقل، يعني حتى أقل من 10%. طيب هل في طبعا هو معروف ان في الات خاصه ومعدات لاعاده تدوير القمامه اللي هم زي ما قلنا احنا البلاستيك بروحه، الورق مثلا بروحه، الزجاج، هل الالات هذه او المعدات اللي هي تخص اعاده تدوير القمامه متوفره عندكم؟
الآلات الموجودة الآن والمتوفرة عندنا هي آلة كامسة خاصة بعلب المياه والكرتون، وآلة كذلك لتكسير البلاستيك وتصنيفه. هذين يعتبر الآلتين هذين موجودات عندنا، هذين اللي نشتغل بهم يعني الآن، هذين الموجودات يعني. ايه طيب استاذ اخوي طيب استاذ الالات هذه يعني تم تسديدها ويعني من اموال المشروع نفسه يعني من تبرعات الناس توصلنا الى شراء هذه الالات. حلو طيب استاذ عاد، احنا نعرف بان هالمشروع هذا يعتبر مشروع ضخم وله مستقبل كويس وفي نفس الوقت له فائده كبيره على الليبيين بشكل عام، هل يعني في دعم يوصلكم او هو زي ما انتم قلتوا مجرد خيري وما فيش اي دعم حكومي؟ وهل فكرتوا انكم انتم تطرقوا الابواب وتسالوا بعض الجهات منها مجلس البلديه زليطن وغيرها من الجهات اللي ممكن تدعمكم وتساعدكم باش يكون المشروع اكبر؟ والله دعم هو تول الان ما تحصلناش على اي دعم من اي جهه سواء مجلس البلديه وغيره، ممكن نقدر نقول عن ان دعم معنوي موجود يعني حتى المجلس البلدي او غيره يعني مجرد يعني فكره يعني يعجبهم وكذا ويشجعوك وبس يعني. لكن كدعم مادي الى الان احنا نتمنى ان نتحصل على دعم مادي او اي جهه يعني تتبنى مثل هذه الاعمال، لان احنا نشوف الان في المخلفات جميعها ترمى في المكبات بطريقه خطا، اضافه الى ان نرى ان في القيمه الماديه لهذه المخلفات اللي يمكن تعود برعايه العمل الخيري او مساعده حد محتاج او في الجانب الثاني. طيب سيد عادل، مشروع جديد زي هذا يعتبر لأول مرة في زليطن، الناس هي اللي حتشارك فيه زي ما قلت أنت، أن الناس مثلا حتفصل قمامتها، فمعناها لازم يكون في توعية، في هالبنات ما تعرفش الموضوع هذا، فهل قمتوا بحملات توعية؟ هل حيكون في حملات توعية للناس باش أن يفهموا حتى طريقة الفرز كيف حتكون؟ والله احنا في الفضل نشكر إذاعة زليطن المحلية اللي متجاوبوا معنا بشكل كامل يعني مجرد ان، فبالتالي كان لها دور في نشر هذه الفكره والتوعيه للناس بفرز المخلفات وهذا الموضوع. كذلك احنا لاحظنا كما قلت لك في ان هناك تجاوب يعني ملحوظ واضح، ما يعني مجرد انك توفر الصناديق فقط للناس متجاوبه والمعلومه يعني وصلت، بالذات نتكلم عن زيتون يعني معلومه يعني حلو في تجاوب يعني. بما انه هو مشروع خيري، إذا كان لو حيكون في عائدات لهذا المشروع لو اشتغل بشكل كويس، هذه العائدات هي لتطوير هذا المشروع أو في عندكم رسالة ثانية أو غرض ثاني من العائدات؟ العائدات هو المرحلة السابقة كانت لغرض التطوير بس يعني، لكن المرحلة إن شاء الله هتوزع الأرباح في بالنسبة لسنة 2016 بتحقق الأرباح، فخصصنا تخصص 50% هي للتطوير واستمرار المشروع، 25% تتخصص لمساعده العائلات المحتاجه، وعندنا 25% اخرى تتخصص لمساعده الايتام، تخصص للايتام يعني بهذا الشكل توزيع الارباح يعني. ممتاز سيد ممتاز. عادل الرطب مدير او مسؤول على المشروع الخيري اللي هو زي ما قلنا يتلخص في تدوير القمامه في مدينه زليطن، شكرا لك، كنت معنا في برنامج العشيه. شكرا، موفقين ان شاء الله بشغلكم النبيل. شكرا شكرا لي. موضوع جدا رائع، تخلص من القمامة بطريقة جدا يعني احنا نقوله سيف يعني حضارية. آمنة، وفي نفس الوقت ان في عائدات، شوف قال 50% لتطوير المشروع، 25% للترويج للمشروع وللتوعية، و25% للأيتام يعني. بالضبط، مشروع خيري بحت. اولا زي ما قلت انت التخلص من النفايات بشكل كويس او بشكل احنا نقوله صحي اكثر باكثر حجم ممكن. ثاني شيء فسطة مردود مادي حيعود عليهم وحيديروا بمشاريع خيرية منها تخص المشروع ومنها للأيتام. حلو، موفقين ان شاء الله. اكيد طبعا، قولوا لكل من قاعدين يتابعوا فينا يقدروا يتواصلوا معنا على ايميل البرنامج اللي هو عشيه@218tv.net وصفحه 218 الفيسبوك وتويتر وتليجرام. بعد الفاصل الدستور عقد قانوني اجتماعي حنعرفوه مع نسرين العالم، خلوكم معنا.
مشهد للصيادين في مدينة طرابلس، الميناء كده كلنا عندنا علاقة بالميناء وبالمشهد الرائع. يعني شفتوا حتى درجة الحرارة مرتفعة وسقع وصوح بكري، والصيادين ماشيين بيداوموا ويصطادوا يمارسوا في مهنتهم. مظبوط. نسرين أهلين. حكينا من يومين، أول شيء مرحبتين بيك. أهلا بيكم. حكينا من يومين على الدستور بشكل عام. صح. حكينا على دور المجتمع المدني في دعم الدستور، في نفس الوقت هيئة صياغة الدستور كيف تستفاد من الخبرات اللي موجودة في مجتمع مدني بشكل عام. صحيح. اليوم مؤتمر صحفي جديد وقصة جديدة. أكيد، وإحنا لازم نكونوا مواكبين للدستور كبرنامج عشية هيك يحاور الناس اللي قاعدين في الحوش، لازم نكونوا هيك. اليوم نحكي شوية على الدستور. أول حاجة، إحنا المدة اللي فاتت عرفنا الدستور وقلنا هو الميثاق أو العقد اللي يعني يربط الحكومة مع أو الدولة مع الشعب. صحيح. وعرفنا أنه هو يعني الناس لازم تعرف عليها أكثر، ولازم تثبت شنية المواد الموجودة فيه. والدستور حكينا أصلها الكلمة هدية، أن هي كلمة فارسية جاية من دست اللي هي قاعدة، وكلمة واورا اللي هي صاحب، أو هي بالمعنى الحرفي هي القاعدة التي يعمل بمقتضاها. يعني القاعدة اللي أنا مثلا لو أنت شريكي هندير القاعدة هدية، وأنت تخدم وأنا نخدم بمحتوى القاعدة هي، وتاخذ حقك وناخذ حقي، وعلي واجبات وعليك واجبات بمقتضى القاعدة هي. فلازم نفهموا هذا أول حاجة على الدستور. حلو. اليوم قامت كان فيه مؤتمر صحفي من هيئة صياغة الدستور لهيئة صياغة مشروع الدستور. وتكلموا على اللي واجههم وقدموا المسودة الأولى. وحكوا على أيضا المقاطعة اللي صايرة من أطراف المجتمع الليبي. بنحكوا عليهم حتى هم بعد شوية. يعني أعتقد أنهم وصلوا حاليا للمسودة الثالثة، صح؟ من بعد الثالثة التعديل. الثالثة وحكوا عليها حتى هي، وخلينا نشوف تقريبا اجزاء صغيره من المؤتمر الصحفي بعد النرجع ثاني. يلا نشوف المؤتمر الصحفي على الدستور ونرجع نكمل باقي نقاشنا. تمكنا من اخراج الصياغه الثانيه ونامل ان تكون على المستوى المطلوب، وبالتالي ستحال اليوم بعون الله رسميا إلى رئاسة الهيئة لتتولى الهيئة فيما بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة. سود راعينا أن تأخذ قراراتنا كلها بالتوافق، الآلية اللي وضعتها لنا الهيئة على أساس أن تأخذ القرارات بالتوافق ما أمكن، ومن ثم إذا لم يكن هناك توافق اللجوء للتصويت، وفي حالة عدم وجود نصاب للتصويت اللجوء إلى إحالة نصين إلى الهيئة. لكن والحمد لله اتخذت قراراتنا في لجنة العمل الأولى والثانية كلها بالتوافق. شفنا المؤتمر الصحفي او مشهد صغير من المؤتمر الصحفي، وشن كانوا يتكلموا على الدستور، على المسوده الثالثه اللي تخص الدستور. بس نرجع معك شويه لتاريخ الدستور الليبي. هذا هو اللي بنديره اليوم بنهدرزه، بنرجع بالزمن للوراء. نحكوا على الدستور نتاع اليوم، وبعدين بنمشوا بشويه بشويه خطوه للدساتير اللي عرفتها ليبيا ككل. تمام. اول حاجه الدستور الحالي احنا نخدم عليه، واللي هو تم اعلانه اعلان الدستوري في من خلال المجلس الانتقالي بعد ثوره 17 فبراير. وحد الان واصلين في سنتين، واحنا نحاول ان احنا نصيغ الدستور هو ونطلعه في شكله النهائي اللي مفروض نتفق عليه كليبيين. اليوم كان في نشره الساعه 3 مع زميلنا مبروك صغير اللي حتحاور مع صديق الدرس اللي هو الناطق باسم هيئة التأسيسية لصيانة مشروع الدستور. تكلم وحاور وقال له في ناس قاطعت الدستور. طيب كيف تقولوا أنتم حاليا احنا في توافق وتوافق في جميع المواد؟ صحيح. قال لما جيت تكلم معاه الناطق الرسمي قال على اساس ان حتى لو فيه مقاطعه من الامازيغ ومن التبو ومن الطوارق فاحنا في محادثات بيناتنا ما زالت قائمه، ومازال في تواصل مستمر بيناتهم. فهذه نقطه دوي عليها اليوم في كان عندنا في النشرة برنامجنا. هو في نفس الوقت نسرين يعني في احنا نقولوا بعض الأصوات اللي في هيئة صياغة الدستور قاعدة تنادي بعودة الدستور سنة 51 والعمل به إلى أن يعني تستقر البلاد. في أشخاص لا يقول إن هو مش ما يواكبش الوقت الحالي لأنه يعتبر ملكي يبوي لا حتى يعتبر من الجيل أعتقد الثاني، وهم يبوا يشتغلوا على الجيل الرابع من الدساتير العالمية. فممكن حتى هذا يأخر شوية في نسبة يعني هو كان في أثناءه كان ملكي، وكان مرتبط بأن ليبيا كانت يعني حكم ملكي عرفته مقسمة إلى تقريبا 3 ولايات. فبس أيضا الناس اللي تتكلم توا أنت اللي يقولوا على أساس أن دستور 51 مفروض يرجع او ما يرجعش ناس نخبويه عاده. احنا حاليا في العشيه نحاولوا الناس اللي
زينا وزيكم الشباب الناس البسيطة. أيوة. حتى يعني نقولوا فيها البنات مش فاهمة أو حتى فاهمة شوية سطحيات يعني أمور سطحية ممكن مش متعمقة فيه ما تعرفش شنو هو الدستور شنو وظيفته بالضبط شنو يحدد هو اللي يخليك يحفظ لك حقوقك صحيح وهذا هو يعني وهذه هي مشكلة الحالية اللي يعانوا منها مشكلة المجتمع الليبي إن دستور 51 بقيت على أسأل حد في الشارع شنو هو الدستور بعلاش أنت تبي دستور 51 عرفت فإحنا الفكرة إحنا بنعرفهم توا شنو هم الدساتير وهم برضو إحنا معتمدين عليهم هم يبحثوا أيضا نرجع وبعدين بعد هالدستور اللي حاليا احنا فيه ونحاول ان احنا نصيغوه في شكل النهائي في قبله كان حاجه الليبيين كانت بمثابه دستور عندهم واللي هي كانت الوثيقه الخضراء سنه 1971 وكانت تعتمد على حكم الشعب والمؤتمرات الشعبيه وكان النظام تقريبا كنا عشنا فيه النظام هدايا فكانت واضحه الوثيقه خضراء اللي كانت معنية بحقوق الإنسان أو شيء من هذا القبيل فكانت يعني هذه بمثابة الدستور اللي هو يعتبر العلم الدستوري لحكومة القدافي أيوة بالضبط فهذه كانت بمثابة الدستور عندنا في ليبيا هذا كتاو ولكن ما تمثلش بشكل كامل لدستور دولة ما تعتبرش تمثل عرفت هو مازال الليبيين مرضوش أو ما تواصلوش مع دستور حقيقي ممكن لا توقف. ايوه بالضبط يعكس ارائهم او تطلعاتهم بعدين قبله كان فيه اصدار الدستور الملكي اللي اصبحت فيه ليبيا مملكه وتم تقديمه للملك ادريس من قبل محمد ابو الاسعد العالم وعمر فاروق شنيب وابو بكر احمد بوبكر ممكن اللي حكينا شوي عليهم في ايامات ذكرى استقلال ليبيا بالضبط الناس اللي تبعين 51 تقريبا صحيح بالضبط وهذوما اللي قدموا الدستور للملك قبل ما يتم نشره في جريدة ليبيا الجريدة الرسمية الليبية فهذا الناس اللي خدموا عليه الدستور 51 زي ما قلنا احنا الناس كلها متوافقة عليه علاش لان طبيعي يعني ارتبط دستور. ممكن صحيح يعني دستور. ممكن يعني راعى الناس شوية اعطاهم حقوقهم وممكن هي اكتر الاوقات اللي في ليبيا اللي كانت امنا وعرفت فالناس واعطي نوع من انواع الاستقرار بالضبط. اللي نعرفه بان اي دولة لما يكون فيها دستور حقيقي وتم تطبيقه بالقوانين يعني يعطي نوع من انواع الاستقرار للدولة وحتى الاستقلالية صحيح وهذا علاش الناس مرتبطة به او ربما زي ما قلنا النخبويين مرتبطين به بعدين نمشي للدستور أول دستور عرفاته ليبيا سنة 1919 واللي داروه الطليان وعطوه فيه الدستور هدايا الحقوق للمواطن الليبي توازي الحقوق المواطن الإيطالي بالضبط في ليبيا في ليبيا يعني كنا بما أنهم يعتبروا في المواطنين الليبيين كانوا رعايا ليهم فباعتبار هدايا كانت توازي نفس الحقوق الزوز عارف فهذا كان فيه عطت فيه حكم ذاتي لليبيا وكان حتى هو كان فيه الملك إدريس بس بعدها لما جاء دستور 51 هو اللي فعلا نعطي الحكم بالكامل لليبيا هذه هي الدساتير اللي كانت موجودة عندنا اللي مرت علينا رجعنا لها لحد سنة 1919 الفكرة كلها بشكل عام في آراء تقول إن الدساتير اللي فاتت كلها كانت بدعم من قوة خارج ليبيا سواء الولايات المتحدة سواء إيطاليا يعني زي ما لاحظنا احنا كلها كان في حد خارج قوة أكبر من ليبيا أرادت الاستقرار لليبيا فذاك التاو وخلتها أن هي تقوم بعمل دستور علاش الدستور متاعنا لحد الآن متأخر لحد اللحظة هي طبيعي لأنه طالع من الليبيين للليبيين ما فيش حد من برا يساعد فينا باش نديروا الدستور في مساعدات طفيفة وفي نفس الوقت يعني تمر مرات الدساتير بتعديلات يعني نعرف أن الدستور الملكي صار عليه تعديل أكثر من مرة ولحد ما صار فيه بعدين اتفاق كامل عليه هذا الدستور سواء على شكل الدولة العاصمة الولايات توحيدها من عدم توحيدها أو بالأحرى نوع يعني سواء فدرالي كونفدرالي ما إلى ذلك يعني صار اتفاق بعدين كمملكة بشكل عام حتى تو حاليا يعني حتى لو تم إصدار دستور يعني أكيد حيتم تعديل عليه سواء في المسودات في البداية أو سواء بالاستفتاء للناس يعني بس لما يطلعوه هذه هي إحنا مازال حتى مازال ما طلع عناش عرفت بس الفكره زي ما قلنا احنا لانه هو طلع من الليبيين للليبيين واحنا نديروا فيه بروحنا كشعب ليبي هذه هي الفكره انه هو واخذ وقت اكثر لان المجتمع الليبي مازال ما نضجش كمجتمع باش اوكي في قلاقل عندنا في نزاعات عندنا مازال فلما نوصل لمرحله الاستقرار الكلي ونفهم احنا كشعب كالناس اللي تتفرج علينا أهمية الدستور ممكن في الوضع هو ننخرطه أكثر مع الدستور حتى حاجة تانية أن محمد على سيرة التعديل اللي كنت تحكي عليه قبل شوية معظم الدول التعديل يجي بعد فترة طويلة يعني بعد سنوات يعني شوف يعني في ليبيا توا قاعدين لتوا ما طلعش الدستور أو ما جهزش الدستور يعني التعديل قداش بياخد لما تبي تعدل عليه مادة أو اثنين يعني لما نشوفه مثلا الجزائر مع قريب 20 سنة باش عدلوا اللغة المغرب
يستمر بنفس الشيء سنوات طويلة باش يضيفوا بعض التعديلات. لكن أنت ممكن النبوه يكون شامل بقدر الإمكان من بدايته. صح. بس أنت ذكرتي نقطة مهمة، يعني في كان وصايا من بعض الدول الأجنبية اللي فرضت إحنا نقول الاستقرار وفرضت الأمن، لأن لما دائما نحكم على هيئة صياغة الدستور سواء الصحفيين أو الإعلاميين أو الناطقين أو حتى هم كأعضاء يقولون لنا كيف ممكن يتم الاستفتاء على دستور أو وجود دستور في وجود فوضى عسكرية موجودة بالزبط. في البلاد. وهذا هو اللي بنفهمه للناس، إن الدستور منكم لما أنتوا الاستقرار يصير في ليبيا أو يتم وعيك أنت كمواطن ليبي باللي صاير في الدستور وكيفية صياغته والمواد اللي تقتضيه، فأنت لما هنا تكون أنت ملم بالأمور هي ممكن الدستور يتسرع أكثر وأنت بعدين يبدأ فيدك الحكم إنك أنت تقبل أو لا وتستفتى عليه أو لا. بس نرجع لنقطتك أنت عمار، كانت إن الدستور لا يتم عرفت التعديل عليه إلا بعد مدة طويلة. يعني الفكرة إن أصلا لما جيلي تعريفات الدستور تلقى إنه هو أيضا هو عقد غير متغير، عرفت يعني النية فيه التبات إلا في استثناءات يتم عرفت مدة طويلة يتم التعديل فيها. ايوه بالضبط يتم التعديل فيها، وعمليه معقده التعديل يعني لازم لما نجي نشوفوا مثلا المصريين حتى مصر وتونس نلقوا ارتباطهم بالدستور كبير بدستور بلادهم بشكل كبير. بس احنا لو طلعتي ممكن بسبب الفترة الطويلة اللي قعدنا من غير دستور الوعي الناقص ما عندناش هذاك الارتباط به، ما عندناش هذاك الوعي بشيء. صح عمار، ونتذكر بأن يعني في بعض الدول المجاورة لما يصير تعديل بسيط على بعض البنود في الدستور تقوم الدنيا ولا تقعد. الناس فاهمين بجديات شنو الدستور وشنو البنود اللي موجود فيه. حتى في ليبيا عندنا ناس فاهمين، ولكن ممكن لأنه يمروا بظروف صعبة حاليا، في تجاهل شوية من هيئة باتجاه هيئة صياغة الدستور، وفي تركيز من ناحية الحكومة لأن المواطن الليبي محتاج إلى خدمات. صح. يقول لك يعني بوفر لي خدمات طبيعية زي الناس باش اني انا نفكر في وجود دستور. صح. ونصوت عليه يعني هو منطقي مزبوط. شوية لكن طالما احنا في موضع استثنائي لازم يعرف، وهذا احنا نحاول نشدد عليه في كل مرحلة الدستور يطور فيها بشكل ما، ان لازم احنا نكونوا ملمين بالدستور وعيين للدستور، لازم نكونوا معاه مواكبين لي خطوة بخطوة، فالحالة هي ممكن بعدين يطلع لنا حاجة تلبينا خدماتنا. مظبوط. والدستور مش بس هو عقد بين المواطن الحالي، هو عقد بين الأحفاد والأحفاد، يعني الأجيال اللي جايين، لأنه هو مش بس شكل للدولة، هو في بنود تانية. يعني لو الشخص متطلع على أنواع الدساتير في بنود تمس أبسط الأشياء سواء الاجتماعية الاقتصادية السياسية وما إلى ذلك من الأشياء. صحيح. أنت بروحك لما تجي تقرأ الدستور، أنا المدة هذه شدتها على الدستور، لما تجي تقرأ تلقى فيه تفاصيل التفاصيل على كل شيء، على مثلا التعليم وكيفية التعليم وكيف يكفله لك التعليم والحرية الشخصية والحريات العامة. الحرية الشخصية لازم نأكدوا عليها ونقروها، كل واحد يقامز يفتحها ويشوف شنو عاجبه ومش عاجبه. المدة اللي فات تكلمنا على المادة 11 فقرة 2 اللي خاصة بمنح الأم المتزوجة من غير ليبي الجنسية لأطفالها، برضو هي يعني هذه كل واحدة ليبية سواء متزوجة من ليبيا أو من غير ليبيا لازم تحفظ المادة هذه وتقراها وتستفتى عليها سواء بالإيجاب أو السلب. لهذا نسرين إحنا بنقوله للناس، حتى المواطن البسيط اللي قاعد في بيته اللي ممكن يقولك لا أنا ما ليش علاقة بالسياسة، حتى ربة المنزل اللي هي ممكن نقدر نقوله، حتى النساء اللي مثلا مش خريجات جامعة في حوشهم تقول مرات أنا ما عنديش علاقة بالسياسة، أنا لا أنا فكوني يعني ما نعرفش أنا ما ندريش عليهم اللي يديروا لا، هذا الدستور راهو عقد بينك وبين الدولة، يعني حقوقك كلها حتكون فصلها. حاولي تثق في نفسك شوية من ناحية هذه، من الإنترنت، من ناس فاهمة، من زوجك، من أطفالك اللي ممكن يكونوا مطلعين على الموضوع هذا، وأفهمي شنو هو الدستور، لأن زي ما قلنا هذا عقد بينك وبين الدولة في فصل حقوقك، شن عليك وشن عليهم هم. صحيح بالضبط. يعني من ناحية المرأة يعني يكفل المجتمع للمرأة حقوقها مثل الرجل في ظل حاجة هيك في هالبحاجات عرفت مكتوبة هيك في الدستور، فلازم تعرف أنها حتى هي يعني تخصها راه زي ما قلت أنت، سواء أن تخدم أو ما تخدمش أو ربة منزل في حاجات حتى هي خاصة بها، فلازم تلتفت لها كمرأة. مظبوط. في نفس الوقت نسرين يعني أن يعني كل جهة تلوم في الجهة الثانية. أنا أتذكر أن كان في جلسة خاصة بهيئة صياغة الدستور في تونس، كنت من الأشخاص الحاضرين، يعني كان في أسئلة موجهة أن هل الدستور هو اللي حقق الاستقرار في البلاد أم الاستقرار هو اللي حقق وجود دستور؟ يعني الكل يعني ممكن هيئة صياغة الدستور يقول لك احنا محتاجين إلى بيئة مناسبة مستقرة باش يكون في دستور منطقي ويستفتى عليه. جهة تانية يلوموا الأشخاص عدم استقرار بين الدولة ما فيهاش شكل دستور. ما فيهاش دستور، ما فيهاش ملامح. فالمسألة جدا معقدة بالنسبة للمواطن وبالنسبة لهيئة صياغة الدستور. صحيح. احنا المدة اللي فاتت تكلمنا على حاجة مشابهة زي هذه، موضوع مختلف، لكن حتى هو حاورنا هل الإبداع يخلق الاستقرار أم الاستقرار يخلق الإبداع، رغم هذا في ناس مبدعة في ليبيا فمعناها هي مش حجة.
الدستور يصنع الاستقرار والاستقرار يصنع الدستور، خلي كل واحد يخدم خدمته وبعدين حيطلع الاستقرار بشكل يعني طبيعي. هذا وفي هلبا ناس في الوقت الحالي معلقين مالهم على الدستور، هلبا نقدر نقول مواطنين، طلبة، دكاترة، يقولوا ان الدستور هو اللي حياخذ البلاد لبر الامان. يبقى في وجود دستور، يبدا في قانون في الدولة، يبدا يتفعل القانون من جديد، يبدا كل واحد ضابط شنو عليه وشنو فيه، وحتى ممكن النزاعات هذه يبدا في راد عليها. صحيح مزبوط. وفي نقطة ايجابية جدا موجودة في هيئة صياغة الدستور، بان ما انحزتش لاي طرف من الاطراف اللي مرت بصراعات عبر يعني عبر السنوات اللي فاتت. ما زال في شوية حيادية من هيئة صياغة الدستور، سواء من وجود اعضاء بمختلف مناطق ليبية، مع ذلك ما زال ينقصهم بعض المكونات الثقافية اللي منها اللي قاطعت هذه صياغة الدستور، ومنهم اللي مش قاطعوا موجودين ولكن ما زال يطالبوا بحقوقهم داخل الدستور. وتأخذ نقطة في لحساب الهيئة، إن هي قالت أنا ما زال مستمرة، يعني على لسان صديق الإدريسي قالت ما زال مستمرة في التواصل مع الفئات المقاطعة للدستور. نتمنى أن يكون الدستور الجاي أو الدستور الليبي حيكون شامل زي ما يقولوا، ويلم كل الأطراف المقاطعة والموجودة في داخل أكيد الجلسات. موضوع الدستور حنفتحوه ديما لأنه موضوع يخص الشارع الليبي والمواطن، في العشية حيكون ديما حاضر معنا. شكرا لك نسرين، ديما مواضيعك مهمة. شكرا لكم. شكرا لك. تحياتنا لك. دائما نفكركم لو حابين تشاركونا بأفكاركم وقصصكم ومواضيعكم، بس تبعتوهم على إيميل البرنامج عشية@218tv.net، وأكيد احنا حناخدوا هذه الأفكار ونحطوها في فقرات البرنامج. وما تنسوش تشاركوا حتى قناة 218 على الموقع وعلى التليجرام والفيسبوك وتويتر. هون ميديا، مسرح، فن، ثقافة وأجواء ثانية، حنعرفوهم بعد الفاصل. هون الحاضر لا تقل أهميتها عن هون الماضي، فزي ما تعودنا عليها ثقافة وعراقة في هذه المدينة عبر التاريخ وفي كل الأزمنة. اليوم هون شبابها رجعوا من جديد بنشاطات منوعة حنستعرضوهم من خلال هذا التقرير. موسيقى، ثقافة وألعاب، هذه الأجواء المليئة بالإثارة ينظمها هون ميديا وتحتضنها مدينة هون الليبية. مسابقة فيفا 2016، فرصة للأشبال وأمال وكبار في خوض تجربة تحد في مجال الفيديو جيمز، ولتكون فسحة وفرصة للجميع. حديث البلد، وهو نشاط آخر يجمع بين الشباب والكبار في حلقات نقاش وسط كوخ الثقافة في المدينة، وبأصوات شخصيات ثقافية يجتمع الجميع فينصت ويتغير. المسرح أيضا له نصيب من نشاط هون ميديا، وبالتعاون مع منظمات المدينة يحيون المسرح ويضيئون على العديد من رواده في ليبيا. لقاءات عديدة يبرزها الفريق لتعود الوجوه في مكانها ولتصبح الصورة الثقافية كاملة. حاليا نتعامل ونتعاون مع المدارس في المنطقة، وبدأت في منطقة هون وفي منطقة ودان. فتحت المكتبات وأخذ طلبة المدارس إلى أبرز الأماكن الثقافية في المدينة، وإحداها راديو هون، حيث بدأوا بجولة وانتهوا بلقاء في اليوم العالمي للراديو. في كل مناسبة كان فريق هون ميديا داعما لها، ورغم قلة الدعم والإمكانيات والظروف التي تمر بها البلاد، إلا أنهم أرادوا أن تستمر الحياة وتحيا الثقافة صوتا وصورة.
مشاهد غنية بالنشاطات الثقافية الممتعة اللي شفناها قبل شوية في التقرير محمد، وبخصوص موضوع هذا مدينة هون، طبعا التقرير كان على مدينة هون. حنستقبله عبر الأقمار الصناعية الأستاذ أحمد الخير الهوني، مدير عام مؤسسة هون ميديا من طرابلس. مساء الخير سيد أحمد. مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك في برنامج العشية. أهلا وسهلا بكم وشكرا لاستضافتكم. في البداية طبعا نرحبوا بك وحنا نشكروك على وجودك معنا اليوم من طرابلس. في البداية نبغى نعرف يعني منين جت فكرة هون ميديا وشن أهداف هذه المؤسسة؟ فكرة هون ميديا هي بدايتها طبعا دائما الخلية البسيطة تبدأ بخلية. فكنت أنا وعندي صديق اسمه سامر صالح، فهو اللي فكرنا في موضوع أن يعني نصنع شيء في هذه المدينة، نصنع تغيير في هذه المدينة. هذه كبداية بديناها من نفسنا احنا كشباب صغار يعني باش ننمو الناس الثانية اللي جنبنا اللي معانا يعني حيكون لما انتم بديتوا هذه يعني كفكرة هون ميديا. لما بديتوا يعني شن كانت اهدافكم من البداية يعني الاهداف؟ طبعا من اهداف فريق هون ميديا اللي هي صناعة التغيير عن طريق الشباب فاعل يقود المرحلة القادمة ان شاء الله. طيب كلنا يعرف أن مدينة هون مدينة غنية بالثقافة والفن، هل نقدر نقول بأن هون أهملت في الفترة الأخيرة؟ في الحقيقة ما يخفاش علينا إحنا الفترة الأخيرة كلها ليبيا هي تعتبر مهملة وخاصة قطاع الثقافة. بس إحنا معولين على الشباب وإحنا شباب يعني معولين على نفسنا أولاً ومعولين على الشباب الثانيين إن شاء الله حيقدموا إن شاء الله. حلو يعطيك الصحة. حلو. طيب يعني في رأيك شن هي أبرز الأشياء اللي المفروض اليوم يتم التركيز عليها سواء في مدينة هون أو غيرها من المدن، ولكن خلينا من جانب مدينة هون وكوكم، أنتم يعني شركة أو مؤسسة تدعم في الثقافة، شن هي أهم الأشياء اللي لازم نركزوا عليها في المدينة؟ عموما نحب أذكركم أن نحن فريق ولسنا مؤسسة ولا طيب فريق نحاول قاعدين فريق صغير يعني فهو فريق هون ميديا. تمام. الفكرة هي أنك كيف تبدع في الأمور الثقافية والفنية والترفيهية، هذه الفكرة يعني كيف يعني تتميز باللي تقدمه أنت بحضورك الثقافي بحضورك الفني بحضورك الترفيهي كذلك، حتى هو مساعد يعني لأنه معروفة مرحلة الشباب تبي ثلاث حاجات أهم مهمات كويسات يعني بالنسبة لنا إحنا يعني. طيب شفنا في التقرير الكوخ الثقافي، هل ممكن تحكي لنا عن المكان هذا شو النشاطات اللي تمارس في داخل الكوخ الثقافي؟ مقهى الكوخ الثقافي اللي هو مقهى كان مقهى عادي زي اي مقهى في ليبيا، بس استهدفناه لكونه انه في مدينة هون يعني مدينة الثقافة نسموا فيها هناك شباب هون. مقهى يتميز ببساطة اللي فيه، ف ولانه هو المقر بتاعنا احنا كشباب اللي قاعدين في فريق هون ميديا. فمن ضمن اللي استهدفناه كيكون مقهى ثقافي بالمدينه، فيه نعرضه فيه في اعمالنا مثلا واعمال الشباب اللي هم في الافلام القصيره في حكايات والسرد لاي مواضيع نشاطاتنا اللي نديروا فيهم يعني في المدينه. حلو. من ضمنهم اللي هو في التقارير شفناه دوري البلاي ستيشن يعني. وهذا كان من ابرز يعني النشاطات الرائعه بصراحه اللي عجبتنا. طيب يعني شبهنا ان في محاضرات وفي يعني ورش عمل ونقاشات تدور من بعض الشخصيات المثقفه اللي تعطي في محاضرات، هل ممكن تحكي لنا على الشخصيات هذه كيف تختاروا فيها؟ من هم هذو الشخصيات من مدينه هون وشن المواضيع اللي يتم طرحها في خلال هذه النقاشات؟ جميل. الفكرة المقهى الحديث البلد اللي في مقهى الكوخ هي ان حديث البلد تحت شعار حديث زائد استماع يساوي تغيير، لان احنا اللي حاليا ننشدوا الهدف المنشود بتاعنا التغيير. فنجيبوا في شباب عندهم تجارب وقصص يعني حقيقيه يعني هم من نفس البيئه اللي عايشين فيها ومن نفس المكان اللي احنا عايشين فيه فيحكونا في قصصهم. عندنا مثلا جبنا عن التراث، عن الناس مهتمه بالتراث والناس مهتمه بالاثار، شباب من لاعبين في الازقه والشوارع بمدينه هون. حلو. اصبحوا اخذوا شهادات تدريب في مثلا في دول اوروبيه، كذلك الناس الموسيقيين اللي عندنا احنا في المدينه يعني تجارب نجاح للشخصيات في مدينه هون.
عشان الشاب اللي المتلقي يعرف انه يقدر يدير كل شيء، لان ما فيش فرق بينك وبينه. ما تقولش هذا عايش في اوروبا او عايش في دوله ثانيه وفي امكانيات، بالعكس هو امكانياته لا شيء، ولكن وصل للهدف المنشود. مظبوط. حلو. كان لكم بعض المساهمات والنشاطات في مكتبات او المكتبات الموجوده في مدينه هون، منهم المكتبه النسائيه، احكي لنا عليهم شويه. فكره المكتبه اول ما عملناها في مقهى الكوخ كذلك في البدايه، وبعدها انتقلت الى مقهى النسائي. عندنا مقهى نسائي خاص بالنساء في مدينه هون، فحتى هم عجبتهم الفكره وقلنا لهم اوكي يعني نحاولوا ان نديروا حتى احنا مقهى خاص، يعني مكتبه خاصه بالنساء. حصلنا دعم من دار الثقافه بمدينه هون، بارك الله فيهم. والباقي كله احنا اللي دويت، يعني ندير فيه بروحنا، يعني نصنع فيها المكتبه هي نفسنا ونمشي نعلقوها لهم كهديه يعني فقط. جميل. حلو. ذكرت ان في بعض الشخصيات المثقفه، الموسيقيين، شخصيات نجحت في بعض القصص وغيرها او في المسرح، من الشخصيات اللي ممكن يستحضروك اليوم تذكر لنا منهم، يعني من مدينه هون بالخصوص؟ مدينه هون غنيه بالشخصيات هذه، ف اللي شاركوا معاكم يعني في هالندوات هذه. ايه في نفس البرنامج يعني تقصد؟ ايه ايه ايه. مثلا عندنا استاذ سعد حموده، احنا هذا فنان ممثل ومطرب وعازف كمان، يعني على الكمان ويعزف على العود، فهذا من الناس اللي جبناهم. عندنا استاذ اسامه مثلا شنيبو، هذا مدرب حاليا واخذ شهاده تدريب من اسبانيا، اعتقد من احد الانديه في اسبانيا. حلو. ما يخطرش على بالي توا. وعندنا مثلا استاذ لمين عبد العاطي، وهو عالم اثار وكان على اكتشاف اثار جديده يعني في المنطقه، حتى هي في منطقه جفره تعود لالاف السنين، يعني نفس الاثار اللي في اكاكوس والحاجات زي هذه. حلو. جميل. هلبا انتجتوا عمل في شخصيات دينيه، يعني في الشيخ شعيب، هذا شيخ معروف في مدينه هون. جاء اعطى يعني محاضره تهم الشباب والدين. يعني انتجتوا عمل مؤخرا لاسود العاصمه، وكنا نقدر نصنفوه او نقول انه هو عمل ممتاز. احكي لنا على التجربه هذه بالتحديد، اللي هي انتاج الاعمال الفنيه. تمام. الانتاج هي طبعا من احنا عندنا اعمال اكثر يعني من قبل الانتاج الفيديو هذا، اللي هي احنا داعمين، عندنا عملنا احنا كفريق هون ميديا، عملنا راديو هون اف ام يبث على مدينه هون فقط. أيه. فنحاولوا اننا ندعموا به فن الراب، وعندنا احتفاليه سنويه، احتفاليه بالقناه. أيه. نديروا فيها في حفله كبيره للراب، فنستضيفهم من طرابلس، من بنغازي، من سبها، بحكم المنطقه انها قاعده في الوسط يعني. أيه. حلو. طيب خليك معنا. فالفريق اللي هي فقط اسود العاصمه، اللي هي عندها كونكشن معانا كويس، ودائما يجونا لمدينه هون، يعني يقيموننا في حفلاتنا، من ضمنها حفله الاحتفاليه بتاعت هون اف ام العام الماضي اللي هي في 1/5. وان شاء الله حنعملوا حفلات ثانيات ان شاء الله في مدينه هون هدي. حلو. خليك معنا استاذ احمد، احنا حنشوفوا الفيديو كليب هذا اللي انتم انتجتوه لاسود العاصمه، وبعدها نرجع نحكي معك اكثر بخصوص شغلكم. غطسيني شباب زي نفسي كذاك كذاك وينشد رقطوا علينا حتى غطسيني شبتنا مستنقع على الفوضى شرق وجيف العشر حصلنا بين فروخ الروضة شباب زي الورد شمو لوح قومة النحس فوق روسنا تنوح فجان الباتك بس الصيف بس نشرت نهاية السجن جمهور تحك عليهم قلت تبي تعيش فوق لازم تعيش تبع في دورهم يتم حياتك بضغط صح ديك انا بتعارضهم مدامك ماشي صح عيش وتموت تحت الرجلين شدة بسمعة الدرج ومع اصحاب الوجهين في حتى شيوخ الدين داروا السنة فاتوا الفرد اعطونا دور الكمبرس وقالوا هذا شرط العرض طمعوا في فتافية الخبزة نسلق فيها شرد مردم شو قانون الماسونية داوي المرض بالمرض قطعنا راس نبتم كان عشرة الشاب زي زمان زي توا ديما الشرق شايف عجرة كبر الشرق طاح القدر ضاق بينا الحال دنيا بتتضيق من القبر زاد الظلم زاد القهر ضلالونا من ضي القمر نشرونا في شمس الفقر قطعوا على كتافنا عشتوا في الهاي كلاس طلعتونا احنا الشرادم وانتوا طلعتوا صغار الناس وزعتوا علينا ورق رقيق ودرتوا علينا الباص طقتوا الديناري من ري للاص من
عطيتوا الحماية وفرضوا علينا العقوبة. عشتها إيزي عشنا فيها بصعوبة. كتبتها لوحة شطرنج عيش الملك يموت الجندي. وانت بلد ولا مطلوب والبري ولا فندي. ملك طول وعرض عطونا معاكم حتى بندي. ويقول لك تلاك كيف صغير شاد كاسي رمزي. سحتوا سخيتكم فينا طلعتوا عقولنا خفيفة. قتلتوا الطير الحر ربيتوا نسور الشريفة. درتونا طعمة فريسكا وخيط شريف. الشعب اللي أمس تحتوا لليوم طلعتوه رديف. رفيتوا حلم نفسي قارو عجنتوهم عالتبخ. مسوا صوتنا بالقوة باش ما نقولوش بخ. ومناش الحرب المصالح لهية فينا تحصد. قلعة جدور نورت أحلامنا دبلت. شوارعنا ظلم دخل حوش نزل دمعة. كان عندي قلب تحس برا الشبانة يوم الجمعة. تلقى الأم والبول خول أصحاب على قبور أحبابهم. يبكوا عالعيشة الغبرة يلي كلت شبابهم. تلي هلكتنا كلمة تخطى راسه قص. كان جيل هوي نشدر قطعوا علينا حتى نفس. كبر الشرق طاح القدر. طاق بينا الحال دنيا بتتضيق من قبل. زاد الظلم زاد القهر. ضلالونا من ضي القمر نشرونا في شمس الفقر. تزمان علينا مايل جاي علينا صليطة. زام علينا فرعونية ولا تعويضة. طيحتوا صوم الدينار خليتوا الشعب هنا يتعفن. تكيف دولة نفطية والميزانية تصفر. تدوي على الحق تنطب تتحاسب مغر نياب. الحكم عند البابا نويل وباقي أفراد العصابة. الحكاية هوردي ميردر وينا. ما عاش عرفنا وين بترسي بينا السفينة. تكون أولاد تسعة مخلوقين من نفس الطينة. معدن أحلال رصنا كاسة عالصحة تربينا. أولاد العز وعزة النفس لينا. حاجة نولدت معانا كبرها فينا مالينا. توجتوا روحكم ملوك تبوا نكونوا عبيدكم. ضيقتوا خلوقنا وعزانا ولا عيد. ذلتونا ما عطيتونا شيء ومعاها تتشملوا. تقوا فينا عربية ما تبوناش نتكلموا. ايه بالراب نتوي نعبر ونوصل. نرسم اللي ونفك لامي عليكم من شكل ونفصل. اللي الشرف نكون على قانونكم متمرد. خير من وطي راسي لطا من رجولتي نتجرد. يا رب اعطينا الصبر عينا من عيشة القهر. الله غالب ومكتوب عيش الشرق وجد في الحجر. طبعا كنا نتابعه في عمل من انتاج زي ما قلنا احنا مؤسسه مش مؤسسه فريق جروب او فريق هون ميديا اللي هو يخص فرقه اسود العاصمه للراب. وكان عمل جدا رائع وفي معنى كبير هلبا. نرجع لك استاذ احمد الهوني او احمد الخير من جديد لو قاعد معنا. نبغى نسالوك يعني هالشباب اللي هم سواء شباب الراب فنانين من غير من الفنانين لما انتم تتلاقوا معاهم وتحكوا معاهم يعني هل دائما مشكلتهم في الدعم المادي بس او عنده مشاكل تانية؟ حقيقة نحكوا معاهم هلبا هو كلهم فيه اللي محتاج الى مثلا موضوع دعم واحنا قاعدين نحاول ان ندعمه ونرتقي بالراب. هي من فكرة من الاهداف الاساسية في الفريق اننا ندعم الراب الهادف. في فرق في انواع الراب لانه شكله منوع فاحنا اخذين الهادف. ايه هذا كنت بسالك يعني هل ركزتوا على المضمون قبل ما تنجوا لهم العمل لان العمل يحمل مضمون جدا نبيل صراحه. اكيد اكيد هو من الحاجات اللي نخدم عليها ضروري نعرفوا الهدف نتاعك وين ماشي عشان لان انت عارف قلت لك يقدروا يسيسوا به اي شيء فناخذه في العام احنا. ومن الحاجات اللي ندعموا فيها هم الشباب هما كفريق هوم ميديا دعم للفريق للشباب داعين المغنيين الراب نديروهم في احتفالية سنوية اللي هي ديما في 1 مايو في مدينة هون. وأول لأن الفكرة هي أنه مش غير احتفالية هي للراديو بس هي احتفالية للراديو وتعارف بين الشباب لأن هي هون قلت لك جاية في منطقة وسطى فنقدروا نتواصلوا مع الشرق والغرب والجنوب في نفس الوقت. ودعم للسياحة تقدر تقولها حطها بين قوسين دعم السياحة الداخلية تكون أكيد أكيد هو طبعا زي ما انت ذكرت يعني ممكن الموقع الاستراتيجي ساهم انه في أغلب المواهب والشباب اللي موجودين حواليكم من هم من كل مختلف مناطق الليبية يساعد في ان هم يتلاقوا في مدينة واحدة. أنا حنرجع للسؤال من جديد اللي سألتولي قبل شوي يعني لما تتلاقوا وتحكوا معاهم هل دائما مشكلتهم مادية بس أو هل عندهم مشاكل تانية يحكوا لكم عليها؟ هم أغلبيتهم يعني عندهم مشاكل مثلا في التسجيل وين يقدر يسجل كواليتي كويس وين يقدر مثلا زي ام سي زوفري او اسود العاصمه اتجهونا احنا لان احنا عندنا تصوير كواليتي كويس او
يعني هم ينقصهم شوية تقنيات، التقنيات هذين طبعا تعرف يكلفوا شوية فيبوا شوية دعم مادي هم. حلو. يعني هل نشاطاتكم تشمل بس شباب هون ولا ممكن تشوفوا إنتاج لشباب من مناطق تانية، أو ممكن نشاطات تشمل بعض المدن القريبة لمدينة هون، ولا بس حتركزوا على شباب مدينة هون في الوقت الحالي؟ احنا شباب هون، احنا فريق هون ميديا بادي من 2013 والحمد لله في هون تمام ومنطقة الجفرة بصفة عامة. فيه مقهى من خذيل نفس الفكرة هو، وهذا شيء يشرفنا احنا كفريق هون ميديا ان حاولنا ان نصنع التغيير ووصلنا للتغيير في مدينة سبها اسمها مقهى جواد، حتى هو بادي نفس الفكرة بتاعتنا يعني بصناعة مكتبة بأنه يستضيف الحاجات هذه. كان لهم هذا شرف لينا احنا، حسينا بأننا يعني وصلنا للتغيير اللي منشود يعني. هذا بخصوص المدن بس. وحالياً وشفت انت اول فيديو انتاج دين احنا من مدينة طرابلس، يعني ما خلاص بدينا نبوا نوصلوا لليبيا، يعني الشباب الليبي كلهم، ونتمنوا يعني يطلعوا افريقيا او يطلعوا مؤسسات بنفس الكيفية بتاعنا ويحاولوا انهم يغيروا معانا يعني. حلو حلو. طيب يعني شفنا في التقرير مبكري حتى في اهتمام كبير من جانبكم كفريق للمسرح، فاحكونا على التجربة هذه، يعني عمين تعاونتوا في هون في دعم المسرح؟ كيف كانت تجربتكم المسرحية مع بعض الشخصيات اللي شفناهم في التقرير؟ فكرة المسرح بدأت في الاحتفالية باليوم العالمي للمسرح، وقبلها كان فيه شوية ركود لأن أنت عارف وضع البلد، فحاولنا نضغط عليهم وندفعوا بيهم، فرجعنا المسرح في مدينة هون اللي هو بادي من سنة حوالي نهاية 48 يعني القديم. المسرح حرام يموت قلنا لهم، ولازم منعولين عليكم على الشباب الجديد، فهم بارك الله فيهم فرقة هون المسرح هذه يعني أبدعونا، ومازال إن شاء الله عندنا في شهر مارس شغل تاني معاهم في اليوم العالمي إن شاء الله. مترقبين يعني نديروا شغل معاهم في مسرحية جديدة أو في عرض جديد. ممتاز. جميل. حنكونوا متابعين. أكيد حنكونوا متابعين لكل النشاطات في المرحلة أو في الوقت الحالي. مرحلة صعبة تمر بها ليبيا، يمر بها حتى الشباب والكبار وكل المراحل العمرية أو الفئات العمرية. شن دور المسابقات وخاصة إحنا نقوله الألعاب البلاي ستيشن والنشاطات هذه للشباب في خصوص المرحلة هذه بالتحديد؟ فهمت. نقدر نقول ان مثلا زي الدوري بلاي ستيشن، وعندنا دوري عملناه حتى هو للعبه اسمها الكره الحديديه في مدينه هون خارج الميادين، لانها كلها تلعب في ميادين في الانديه، لكن احنا المره هذه احنا هون ميديا استضافها خارج الميادين في الشوارع العامه. نحاول اننا نقلل الضغط على الشاب، وفي نفس الوقت يلقى ما يلهى احسن من يتوجه الى اي توجهات اخرى ممكن تضرنا احنا. يعني خلوه هو فعال، هذا الهدف بتاعنا ان نصنع شاب مبدع فعال، فنحاول ان الشباب هم المبدعين في الالعاب بلاي ستيشن، في الالعاب الحركيه، انهم يبدعوا. ونتمنى ان الشباب في ليبيا كلهم نفس الخطى يخطوها زي شباب مدينه هون. حلو. احنا شفنا ان مش يعني مش بس الاطفال والشباب، حتى الكبار حابين الفكره، يعني كانت مشوقه انك انت يعني تخش في منافسه بكره القدم على البلاي ستيشن. طيب يعني في الدوريات، دوري البلاي ستيشن وغيرها دوري من الافكار، هل فكرتوا انه ممكن توسعوا الدوري اكثر ويكون في مشاركات من مدن ثانيه بحيث يكون دوري ليبي مش بس في مدينه هون؟ والله احنا قاعدين للان يعني بادين في تواصل مع الفيفا سبورت، نحاولوا اننا نديروا يعني يحسبونا معهم يعني في العالم، يحسبونا في الدوريات، لان شفنا العام 2015 ربحها واحد من السعوديه، وفي شباب عندنا احنا متاكد ان مبدعين وحيديروا بصمه في الدوري العالمي يعني. طيب وين المراه؟ احنا في النشاطات لتو ما شفناش نساوين معاكم، هل ما فيش بنات في مدينه هون؟ المرأة دورها كبير في مدينة هون. فمن ضمن الحاجات اللي هي المقهى النسائي هذه، لو تشوفها هي صاحبة المقهى، صاحبة فكرة انها تدير مقهى، هذه مرأة. فاحنا جينا دعمناها مثلا في المقهى لصناعة مكتبة لها. عندنا كذلك مثلا دور المرأة في المسرح، احنا العام الماضي كان في تكريم لدور المرأة، يعني مع انهم هم النساء اللي ساهموا في المسرح شوية، بس حاولنا ان نكرموهم ونزيدوا ندفعوا لبناتنا وشقيقاتنا واخواتنا الجدد انهم يساهموا في المسرح كذلك. حتى هو العام الماضي كان تكريم للمرأة يعني هو. حلو. وبالنسبة للمحاضرات اللي هي حديث البلد، هل في محاضرات حتكون شاملة للمرأة في بشكل عام يعني؟
فيها فيه من ضمن ايه من ضمن الحاجات المراه عندنا كاتبات مثلا ومدونات فحاطينهم في البرنامج ان شاء الله وحنستضيفوهم حتى هم المقهى هو المقهى يرى مش مكان مخصص للرجل بس او صحيح وبالعكس المدينه اهلنا في مدينه هون هنا يعني الحمد لله متفتحين وعاطين دور للمراه وما عندهمش مشكله من قبل متعودين على المراه انها حضورها في ممتاز دائم اكيد المراه او المثقفه او الكاتبه موجوده ديما بمدينه هون وحاضره في كل المجالات محمد عندك سؤال مثال اكيد في الاخير بدنا نعرف الخطوه الجايه لهون ميديا شن حتكون يعني تبي حاجه حصريا يعني اللي اكيد والله انتم كرماء واحنا نستاهلوا تمام الحقيقة أنا حاليا قاعد في مدينة طرابلس نسعى إلى أن نديروا حفل يتلمس الشباب يعني حفل حتى هو بخصوص الراب في مدينة طرابلس لأن فيها فنانين عددهم كبير هنا صحيح والجمهور حتى هو كبير هنا أكثر من جمهور في مدينة هون نبوهم يتلمسوا الهون ميديا نفسها يتلمسوها يعني عشان نقدر نقول لهم اننا عندنا مثلا في شهر مايو حفله ثانيه تقدروا تجوا تتفضلوا فيها وان شاء الله يكون شيء كبير يعني ان شاء الله جميل طرابلس يكون حاجه كبيره ان شاء الله جميل جميل استاذ احمد الخير الهوني تشرفنا جدا بالمقابله معك اليوم مدير فريق مؤسسه هون ميديا بارك الله فيكم مشكورين جدا ونشكركم على النشاط الكبير اللي تقدموا فيه للشباب والفئه حتى فئه المثقفين في المدينه شكرا لكم اخر نقطة معلش من نحب نوه عليها نحب نشكر انا قاعد هنا نتحدث باسم فريق فنحب نحيي فريقي كله فريق هون ميديا ونقول لهم منورين منورين وموفقين ان شاء الله وحنا نحيوهم كلهم فردا فردا ونقول لهم نتمنوا بان فكرتكم حتعم في كل المدن اللي هي اعمار مش بس في مدينه هون لان الفكره حلوه هو ذكر بان صح في افكار ثانيه طلعت في مدن ثانيه كانت شبيهه بافكارهم وهو رحب بان تكون الفكره في كل ليبيا صح طالما صح هي الفكره نبيله يعني عمار صح وتشابه انت انه هو جاي مدينه طرابلس ينسق لحفله تراب لفنانين طرابلس في طرابلس باش بعدها بيعزمهم على المهرجان اللي بيديروه في مدينه هون منها ينشط السياحه زي ما قالت مدينه هون سياحه داخليه يعني من داخل ليبيا ومنها ينمي حتى المواهب والنشاطات الموجوده في طرابلس في مجال الراب يعني اي اشخاص موهوبين في الراب او عندهم يعني رصيد جيد من الموهبه يقدروا يتواصلوا مع هون ميديا على الفيسبوك ويحكوا معاهم سواء من مدينه طرابلس او غيرها من المدن واكيد هم حيكون عندهم مهرجان كبير في هون وتقدروا انتم تكونوا مشاركين وجزء من هذا المهرجان وبالنسبه لكم لو عندكم قصه او فكره او هوايه اكيد عمار او قضيه يقدروا يبعثوها لنا على ايميل برنامج لواعشيه@218tv.net فيسبوك الخاص بقناه 218 حتى تقدروا تتواصلوا به معنا وموقع 218 اللي هو www.218tv.net اللي هو تقدروا تشوفوا فيه كل الحلقات والبرامج اللي تخص كل برامج قناه 218 بالاضافه للمقالات والاخبار وبعض المواضيع ما هي مخططات ملتمين على الخير لسنة 2016؟ الإجابة بعد الفاصل. زاد القهر طلالونا من ضي القمر نشرونا في شمس الفجر جاتوا على كتافنا عشتوا ملتمين على الخير عودونا ديما بنشاطهم وأفكارهم اللي تنعش الحياة المدنية واللي تمثل واجهة حلوة لمجتمعنا الليبي خلونا نتابعوها مع بعض في هالفيديو We'll be right back.
يعني طبعا بالنسبه لحفلنا هذا بالنسبه لموسم التامين على الخير هو كان لاطلاق الانشطه نتاع سنه 2016 بالاضافه لانشطه او عرض لانشطه 2015. حاولنا ان احنا نستفيدوا من الاخطاء السابقه. سنه 2015 كانت فيها العديد من العراقيل، كانت فيها العديد من المشاكل، كنا نعانوا مشاكل في التمويل، بس سنه 2016 احنا نحاول ان تكون ما فيش مشاكل في التمويل. اليوم اطلقنا البرامج، لكن بعد شهرين حيكون في ملفات خاصه بشركات تجاريه على شو تتحصل، وين توضع شعاراتها، قداش كبر الشعارات بتاعها، يعني خطه نحاول ان هي تكون تفصيليه بحيث ان هي مؤسسات تجاريه يعني حتشوف الجانب الربح الدعائي لها في موضوع الخير. ملتمين بالخير دائما بافكارهم وانشطتهم، ودائما نقولوا بانهم مركزين على الجانب التوعوي او الشيء الخيري التطوعي، ومركزين على مساعده النازحين عمار ببعض الاشياء لربما تكون بسيطه ولكن كبيره في معناها. طبعا الحدث هذا كان في دعوه موجهه لمجموعه كبيره من نقدر نقول احنا رجال الاعمال بالاضافه اللي ساهموا بالخير بشكل كبير، الجمعيات والمؤسسات والناشطين وحتى الاعلاميين، كان في حضور زاخم في الحفل زي ما شفنا. الحفل حكي رئيس المجلس إدارة الحملة هذه أو المؤسسة هذه الخيرية معتز الزميل المعتز الخريف، حكي إن كيف السنة اللي فاتت عرضوا كل الأعمال اللي قاموا بها السنة اللي فاتت وشين حيقوموا من حملات السنة هذه لسنة 2016. حيكون عندهم جدول من حملات للتوعية، حملات للنظافة بشكل عام، تنظيف الطرقات بشكل عام، عندهم حملات خيرية للنازحين. حيحاولوا قدر الإمكان أن السنة هذه زي ما تكر بأنه يكون الدعم متواجد باش الحملات بتاعهم ما توقفش، باش ما يكونش في أي عذر أو مانع بأن هم يقدموا كل خدماتهم وأفكارهم اللي هم منسقين عليها في الجدول. وطبعا احنا كان حيكون معنا المكي مادي اللي هو أحد أفراد المنظمة هذه عبر الهاتف، ولكن حاولوا قاعدين نحاولوا نتصلوا به وما قدرناش يشد معنا الخط، اللي هو المتحدث باسم المؤسسة، مؤسسة ملتمين على الخير. زي ما قلنا الحدث حضروه حضور كبير، كان في مساهمة في داخل الحفل وايضا نشاطات واستعراض لشن حيقدموا في سنه 2016 وكيف حتكون خريطه سير او شغل المؤسسه هذه. زي ما شفنا في الفيديو اللي انعرضه لهذا المؤتمر، يعني كان في وجوه معروفه او وجوه لها شغل اعلامي ممتاز، منهم نذكر منهم الصحفي عبد السلام شليبك المسؤول على المكتب الاعلامي في اللجنه البارا اولمبيه الليبيه، وشفنا وجوه ثانيه اللي هي كانت تحاول قدر الامكان ان هي تدعم هذا المؤتمر الصحفي وتدعم حتى المؤسسه باش ان هي تخطو خطوه جديده لعام 2016. فعلا محمد، وحنا برنامج عشيه ديما حيتواصل مع المؤسسات الخيريه اللي حابه ان هي تدير الخير للمجتمع الليبي وللشارع. حاولوا تتواصلوا معنا على ايميل البرنامج اللي هو عشيه@218tv.net. احنا ديما محمد حنحاولوا احنا نكونوا او حنحاولوا احنا نوجهوا الدعوه للناس وحندوروا عليهم وحنتواصلوا معهم، ولكن احيانا مش كل الناس حنقدروا نوصلوا فيها، فلهذا لما يكون عندكم عمل خيري ما تترددوش وابعثوا لنا على ايميل البرنامج عشيه@218tv.net. المجتمع المدني ديما له اهميه كبيرة في فترة الحروب وفترة الظروف الصعبة اللي تمر بها أي دولة عمار، ومنهم يعني الجمعيات الخيرية. ليش؟ لأن في البداية لربما يكون في غياب للحكومة، في غياب للمؤسسات الدولة، أو أوقات بدون قصد من الحكومة، يعني أوقات يعني بالأزمة، يعني ممكن أزمة المصارف اللي شفناهم في مبكري، أزمة السيولة، أزمة النفط، أزمة السياحة، أزمة الطيران، أزمة المواصلات، أزمة الأمن. فهني لما تتوقف الحكومة يجي دور المجتمع المدني في ما مش نقوله التعويض بشكل كامل، ولكن التعويض بشكل بسيط على الفراغ اللي نتج من هذه الغياب وتخفيف الأزمة. لأن لولا محمد فاعلين الخير لتفاقمت الأزمة في كل المجالات أو بكل أنواعها. روحنا يعني من أصعب ومن أسوأ، من سيء لأسوأ. محمد نبي نقول حاجة بس الناس اللي تبع فينا، أن أكثر من مرة لما نحاول نتواصل مع أحد الضيوف أنه يكون معنا في برنامجنا نتفاجأ بأنه هو متتبع للبرنامج ومحب أنه يطلع فيه وجدا حاب
ان هو يطلع في البرنامج، ولكن تردد في التواصل معنا. يعني احنا لما نوجه له الدعوه على طول يوافق ويقول ايه نبي نطلع ونبي نعرض شغلي او موهبتي. فلهذا لكل من قاعد يتابع فينا ما تترددوش المره هذه، وابعثوا على ايميل البرنامج عشيه@218tv.net، وتقدروا تتابعوا على موقع القناة اللي هو 218tv.net أو على تيليجرام تويتر وفيسبوك ويوتيوب، يلي من خلالها حتلاقوا مجموعة من التقارير والقصص والمواضيع اللي تخص قناة 218. بعد الفاصل جولة جديدة على ترشيحات جوائز الأوسكار، خلوكم معنا. زي ما عودناكم حتستمر تغطية جوائز أوسكار إلى يوم إعلان النتائج في نهاية فبراير. المرة اللي فاتت حكينا على الأفلام الثمانية المرشحة من ناحية الصورة، وهالمرة من زاوية جديدة يا محمد. إيه عمار، اليوم حنحاول قدر الإمكان نوضحوا شو من هم مرشحين في فئة أفضل ممثل دور أول من خلال هذا التقرير. يلا. بعد ما استعرضنا الأفلام المترشحة للأوسكار، اليوم حنستعرض المترشحين لجائزة أفضل ممثل. برايان كرانستون على دوره في فيلم ترامبو، واللي ناقش في واحدة من أبرز القضايا اللي كادت تعصف بهوليوود وعدد من رموزها المبدعين، لما بدت السياسة تأثر على الإبداع الفني من خلال القائمة السوداء اللي ضمت عدد من أهم كتاب السيناريو والمخرجين، واتهموهم بعلاقتهم مع الفكر الشيوعي والاتحاد السوفيتي سابقا، بحيث يؤدي برايان براكستون دور احد اهم كتاب السيناريو في هوليوود دالتون ترامب، واللي تم سجنه مع عدد من الفنانين اللي ضمتهم القائمة السوداء لمعتقداتهم السياسية. Are you out of your mind? Congress has no right to investigate what we think or how we make movies. I'll write you a movie and you don't want your name on it. No, you don't want my name on it. Especially if you still. ثاني مترشح للجائزة هو مات ديمون على فيلم The Marshal، واللي أثبت فيه مات أنه يقدر ينقل معاناته وحده في كوكب المريخ بأسلوب فيه اللامبالاة والفكاهي في بعض المشاهد، وأقنع المشاهدين بدوره اللي يعتبر من أصعب الأدوار أنك تمثل بروحك. 4 years for another manned mission to reach me, and I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science this. لثالث اسم ليوناردو دي كابريو على فيلم ريفيننت، واللي كان دوره من أهم الأدوار اللي أداهم في حياته على حسب زي ما قالوا النقاد، صائد الدببة اللي يتعرض للغدر والخيانة من رفاقه في صراع مع الطبيعة والبشر، أحداث دموية. ليوناردو اليوم أحد أكبر المرشحين للجائزة حسب رأي النقاد والمثقفين، لأنه ما تحصلش عليها قبل هيكي رغم ترشحه، وبأن جي وقته ياخدها. رابع اسم مايكل فاسبندر، واللي يمثل في قصة حياة ستيف جوبز مؤسس شركة أبل. قدر مايكل يقرب الناس من ستيف جوبز حسب رأي النقاد وحتى المقربين من ستيف جوبز في شركة أبل، وتلقى مدح كبير على أدائه. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day I read Steve Jobs as a genius. للحائز على الأوسكار العام الماضي إيدي ريدمان على فيلم The Theory of Everything، يرجع السنة هذه ويترشح بقوة على دور اللي كان بمثابة الصدمة The Danish Girl، ويحكي على قصة حقيقية في فترة العشرينات، حيث اتخذت زوجته الرسامة كموديل في أحد لوحاتها، ولما تمت من رسمها تتفاجأ أنها رسماتها كبنت، وبعد ما تنشر اللوحة وتعجب الكل تقرر زوجته تاخده كموديل لجميع لوحاتها، ومن هنا تبدأ الأحداث المثيرة وإبداعات إيدي ريدمان، واللي يعتبر من أقوى المنافسين لهالعام. You're exquisite. You're different from most girls. I feel I'd need to ask your permission. خمسة أسماء اللي لو شفنا أدوارهم بالواحد حنقولوا بأن كل واحد فيهم يستاهل الجائزة.
براين براكستون ومات ديمون وليوناردو دي كابريو ومايكل ساسبندر وإيدي ريدمان، هادو المترشحين الخمسة لجائزة أفضل ممثل دور أول للأوسكار. طبعا حيكون في تغطية الحلقات الجاية أفضل ممثلة وأفضل ممثل دور أول دور تاني وأفضل ممثلة دور تاني حتى هي. مظبوط عمار، والأفلام هي أكيد ترامبو وفيلم The Martian وفيلم The Revenant وفيلم Donish Girl وستيف جوبز. يعني أعتقد أنها الخمسة أفلام عمار أفلام ضربتها سنة 2015 وخدت رواج كبير، فدور الممثلين اللي فيها كان دور أول بشكل حلو مبهر. يعني محمد أنا قريت حاولت نقرأ شوية آراء النقاد في الإنترنت وخدت أهم الآراء. أغلب النقاد يرشحوا يقولك كقيمة وكإبداع في التمثيل إيدي ريدمان هو أكتر واحد اللي كان مفاجأهم السنة هذه، ومتوقعين أنه هو يكون من أكبر المنافسين على الجائزة لولا وجود ليوناردو دي كابريو اللي قالوا بأن أدى ممكن أفضل أداء في حياته، ولكن مع عمره فاز بالأوسكار وديما يترشح، فممكن السنة هذه يعطوها له. فأنا حسيت حتى لما يقولوا مثلا ليوناردو مع عمره فاز بالأوسكار فممكن يأخذها السنة هذه، إن كان طرديه انه هو من افضل الممثلين صف الاول وعمره فاز بالاوسكار وممكن ياخذها السنه هذه، بس الاغلب اللي يقولوا كقيمه ان ايدي ريدمان كان افضل اداء السنه. هو مظبوط، يعني تمثيل ايدي كان رائع جدا في دونش جير واقنع كل المشاهدين عمار، ولكن هل حيقنع لجنه التحكيم بتصويتهم بخصوص من حيفوز على الجائزه؟ حيكونوا عندنا مجموعه من التغطيات على جوائز اوسكار كونه هو من ابرز الجوائز او ابرز الاحداث اللي حتكون في سنه في شهر نهايه شهر هذا الشهر فبراير، فحابين حناخدوكم شوية للأجواء هذيك، نفسوا عليكم شوية، نغيروا لكم جو شوية باش نحكوا على الأفلام المرة الجاية الممثلات المرشحات في أدوارهم أكيد، وبعدها زي ما قلنا الممثلات الدور الأول اللي حنحكوا له المرة الجاية، وبعدها حننتقلوا لأفضل ممثل دور تاني وأفضل ممثلة دور تاني. طبعا في مازال أفلام أنيميشن، في مازال أفلام وثائقية حتى هي مرشحة، مجموعة كبيرة. عمار أكيد. أنت يعني أعتقد حضرت كم فيلم من الأفلام؟ بصراحة أنا اللي حضرتهم من الأفلام هادو The Martian Revenant Revenant اللي هو ليوناردو دي كابريو. أنا يعني بصراحة أنا حضرت ثلاثة. أها أنت حتى دونش جيرل. أحلى واحد فيهم شنو؟ أحلى واحد فيهم دونش جيرل، ونتوقع أنه هو اللي يفوز. أنا بصراحة The Martian كان عندي أفضل من فيلم ليوناردو دي كابريو The Revenant. يعني أنا ما نتفقش مع زميلي علي الترهوني إنه هو كان معجب بالفيلم هلبة ومشيت حضرته، أو تقدر تقول ناس شكراته هلبة، بس لما مشيت حضرته حلو كل شيء، بس القصة طويلة هلبة، يعني لو اختصروها أكثر كان ممكن حتكون ممكن مش حنصاب بالملل خاصة نهاية الفيلم. ونبغى نذكره بأن ممثلين ذوي البشرة السمراء زي كل يوم نقوله بأنهم مقاطعين جوائز أوسكار هالسنة، وذكروا هاشتاج The Oscar So White يعني مشتدة البياض، لأن كل المرشحين كانوا من البشرة البيضاء، رغم أن في كانوا مرشحين سنوات فاتوا سواء السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، وفي اللي فازوا اللي هو في السنة اللي فاتت اللي قبلها اللي هو فيلم 12 Years a Slave، يعني كانوا من ذوي البشرة السمراء، وكان في أفلام تانية، ولكن هما هالسنة هذه حسوا شوية إن في احتكار لذوي البشرة. هما قالوا إن سنة 2015 و2016 المرشحين اللي فئة أفضل ممثل وأفضل ممثلة ما فيهمش دور رئيسي، دور أول ما فيهمش سمر أو سود البشرة، فلهذا اعترضوا ومنعوا نفسهم من الذهاب للحفلة، وانطلقت الحملة هذه من جيدا سميث زوجة الممثل ويل سميث، وبعدها الكل طبعا تضامن معاهم من كبار المخرجين والنجوم اللي حتى هم قالوا مش حيمشوا لحفل توزيع جوائز الأوسكار، مما خلى بعدين اللجنة تدير تعديل، أدخلوا أفراد أو أرقام احنا نقولوا لجنة التحكيم في الجائزة وحتى العاملين في جائزة الأوسكار دي في تعديل، ولكن مش حيكون التعديل هذا جاري السنة هذه، يعني يقولوا إنه هو من السنة الجاية حيبدأ يعمل عليه، فممكن يكون زي ما نقولوا احنا ان هم ممكن يمشوا يعني يغيروا رايهم. اكيد زي ما تعودتوا على شاشه 218 الزميل محمد بوراس في برنامج فن حيكون معاكم كل يوم اربعاء الساعه 10 مساء، وهاليوم اللي هو اليوم بالتحديد في ضيف مميز، خلونا نشوفوا الاعلان الخاص بالحلقه. هل في اختلاف بين الموسيقى الشرقية والمقامات العربية؟ هذا رجل احتضنني حقيقة منذ دخولي محجر البلاد. يكون يا بلادي
زي ما شفنا في هذا الإعلان يلي حيكون اليوم على تمام الساعة 10 مساء، وفيه أكيد ضيف مميز عمار اللي هو الأستاذ عمر الرابطي والفنان عازف العود. أكيد حتكون حلقة مميزة، نطلب من كل اللي قاعدين يتابعوا فينا أن هم يستنوها ويتابعوها، وتكون مشاهدة طيبة مع أجواء الفن مع زميلنا محمد أبو رأس. ومش بس هو فنان عمار، هو أكاديمي وأكيد أستاذ في جامعة طرابلس في كلية الفنون والإعلام. وصلنا نهاية حلقتنا اليوم، وهذا كل ما كان عندنا اليوم في حلقتنا. حنتلاقوا معكم أكيد غدوة الخميس اللي هو بفقرات جديدة. محمد لو نستعرضوا اليوم شو كان أكيد أبرز المحطات من جديد اليوم؟ بأن اليوم كانوا عندنا مجموعة من الفقرات والضيوف حكينا على ملتمين بالخير وعندهم مجموعة من الأنشطة لسنة 2016. حكينا على هون ميديا واللي هما عين ونقدر نقولوا أضواء حول مدينة هون من ناحية الثقافة والفن والمسرح. ايضا كانت عندنا اغرس شجره وحط اسمك عليها، واللي كانت حاجه جديده احنا عندنا في ليبيا، يعني في حملات للتشجير تبعناهم من خلال برنامج العشيه، ولكن تغرس شجره وتحط اسمك عليها هذه كانت حاجه جديده، حبينا اليوم نعطوها حيز. اعاده تدوير القمامه في مدينه زليطن حتى هي من اهم المواضيع الجميله جدا والمشجعه ان في حاجات خيريه جميله تطلع في بلادنا. الدستور عقد وميثاق كانت اكيد مع الزميله نسرين العالم، اكيد حابين نرجع معكم هالمواضيع اللي اخذناها اليوم، وده تذكيرا من جديد بأن تقدروا تحضروا الحلقة كاملة على اليوتيوب، أكيد تنزل بعد هالحلقة هذه ممكن بساعتين أو ثلاث ساعات، تقدروا تلقوها على اليوتيوب في صفحة 218 تي في اللي موجودة على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على الموقع اللي هو 218tv.net. وأيضا تقدروا تتابعوا كل البرامج وحتى تتواصلوا مع برنامج العشية بخصوص أي موضوع أو تعليق حابين تكتبوه على أي ضيف أو أي تقرير طلع معنا، ديروا هاشتاج العشية هاشتاج 218 تي في باش احنا اكيد توصلنا كل تعليقاتكم واستفساراتكم بخصوص البرنامج وفقراته. لربما برنامج العشيه برنامج ترفيهي، ولكن اكيد في جانب كبير من القضايا، فلو انت عندك قضيه او قصه حاب تحكيها وتطرحها من خلال برنامج العشيه اكيد حنرحبوا به، بس تبعت على الايميل شنو هو الموضوع، تبعت فيديوهات او صور بخصوا هذا الموضوع، وتبعت اسمك ورقم تليفونك باش نقدروا نتواصل معك، لان بعض الايميلات يا عمار توصل بدون رقم تليفون او اسم ونحاول نرد على الايميل من جديد ما عادش يرد عليا، فلو يبعتوا من البدايه يعني رقم تليفون باش نقدروا نتصلوا بهم على طول. اكيد. وحاب ايضا محمد نوضح حاجه لبعض الناس اللي قاعده تتابع فينا، ان في ناس تبعت ممكن في بيانات او صور وما تكونش كافيه ان هي تنعرض في البرنامج، ممكن يكون في نقص فيها. ايضا في حين احنا عندنا اليه طبعا في الضيوف ان بالترتيب، فممكن تاخروا على بعض منكم في التواصل، فنطلب منكم اكيد تسامحونا وتصبروا علينا شويه، لان كده في ضغط في الضيوف والفقرات اللي احنا حنفتحوها والمواضيع والمشاكل والقضايا. وجودنا هو مش بس لاستعراض الفقرات، هو خدمه لكم انتم، يعني بس تعطونا الفكره متاعكم واحنا حنحاول قدر الامكان مساعدتكم في وضعها في بعض الفقرات خاصة بالبرنامج، وأيضا فسحة لبعض الأشخاص أنهم يشوفوا المواهب اللي موجودة في ليبيا والأفكار والقصص واللي حابين يشاركوها في البرنامج. ديما محمد حنحاول نسلط الضوء على الجانب المضيء في ليبيا، ولكن مش حنتجاهلوا الجانب المظلم اللي ديما حنحاولوا حتى هو نضوء عليه. محمد نختم حلقتنا اليوم بفيديو لفرقة أسود العاصمة اللي عرضناها بكري من إنتاج هون ميديا، ونقول لكم أنا نقول لكم تيمن سيوين، ونتلاقوا أكيد غدوة في نهاية الأسبوع. ما تنسوش برنامج العشية من الخمسة إلى السبعة، من الأحد إلى الخميس، مني ومن فريق العمل نقول لكم إلى اللقاء. غطسين شباب زي لفت لفت من نفسي كذا كذا وينشد رقطوا علينا حتى غطسين اللي شبتنا مستنقع على الفوضى شركوا جاي في العشر حصلنا بين فروخ الروضة شباب زي الورد شموا لوح قومة النحس فوق روسنا تنوح جانا البيت تفز الصيف بس للشرق نهاية السجن جمهور تحك عليهم قلت تبي تعيش فوق لازم تعيش تبع في دورهم يتم حياتك بضغط صح كان بتعارضهم مدامك ماشي صح عيش وتموت تحت الرجلين شدة بسمعة تلتل ومع اصحاب الوجهين دي حتى شيوخ الدين داروا السنة فاتوا الفرض اعطونا دور الكمبرس وقالوا هذا شرط العرض طمعوا في الزفيت الخبزة نسلك فيها جرد مردم شو قانون الماسونية داوي المرض بالمرض قطعنا راس
خلاص نبتم كان عشر الشاب زي زمان زي توا ديما الشرق جاي فأجرة كبر الشرق طاح القدر ضاك بين الحال دنيا بتتضيق من القبر زاد الظلم زاد القهر ضلالونا من ضيل قمر نشرونا في شمس الفقر كاتوا على كتافنا عشتوا في الهاي كلاس طلعتونا احنا الشرادم وانتو طلعتوا صغار الناس وزعتوا علينا ورق رقيق ودرتوا علينا الباص طقتوا الديناري من ري للاص منتو الحماية وفرضوا علينا العقوبة عشتوها ايزي عشنا فيها بصعوبة قلتوها لوحة شطرنج عيش الملك يموت الشندي ولد بلد ولا مطلوب بري ولا فندي نقولوا عرض عطونا معاكم حتى بندي ويقول لك دي لا كيف صغير شاد كاسير انتي تحتوا سخيتكم فينا طلعت عقولنا خفيفة قتلتوا الطير الحر ربيتوا نسور الشيفة درتونا طعم فسكة وخيت شريف الشاب اللي امس تحتوا لليوم طلعتوا هرديم غفيتوا حلام نفسي قارو جندوهم عالتبغ تمسوا صوتنا بالقوة باش ما نقولوش بغ ومناج الحرب المصالح لهية فينا تحصد كل عاد تجدور نورت تحلمنا دبلت شوارعنا ظلم ادخل حوش نزل دمعة كان عندي قلب تحس برا الجبانة يوم الجمعة تلقى الام البول خول اصحاب على قبور احبابهم يبكوا على العيشة الغبرة يلي كلت شبابهم تلي هلكتنا كلمة تخطى راس وقص كان جيلة هوي نشدر قطعوا علينا حتى نفس كبر الشرق طاح القدر ضاك بين الحال دنيا بتتضيق من القبر زاد الظلم زاد القهر ضلالونا من ضيل قمر نشرونا في شمس الفقر تزمان علينا مايل جاي علينا صليطة زامل على فرعونية ولا تعويضة طيحت صوم الدينار خليت الشعب هنا يتعفر ديك الدولة نفطية والميزانية تصفر تدوي على الحق تنطق تتحاسب مغرنية بالحكم عند الباب نويلو باقي أفراد العصابة يا هوردي ميردار وينا ما عاش عرف لوين بترسي بينا السفينة تكون أولاد تسعة مخلوقين من نفس الطينة معدن أحلال رفضة كاسعة صحة ربينا أولاد العز وعزة النفس لينا حاجة نولدت معانا كبروها فينا مالينا توجتوا روحكم ملوك تبون كونوا عبيدكم ضيقتوا خلوقنا وعزانا ولا عيش دلتونا معتتونا شيء معاها تتشملوا تقو فينا عربية ما تبوناش نتكلموا ايه بالرب نبدو نعبر ونوصل نرسم اللون في كلام عليكم من شكل ومفصل لي الشرف نكون على قانونكم متمرد خير من وطي راسي لطا من رجولتي نتجرد يا رب اعطينا الصبر عينا من عيشة القهر الله غالب ومكتوب عيش الشرق وجد في الحجر